صباح الخير محمود مهران عين شمس. جدا متواجد في المؤتمر السنوي نيورو ماسكولار انستيتيوت. الواحد كان بينبسط وبيبقى سعيد لما بيكون متواجد في المكان الجميل ده. ومن حظنا ان الدكتور محمد قرش مدير المركز اللي بيقول ربنا يعينه على المسؤوليه ودايما يا رب تزدهر كده. احنا هنتكلم عن البايوميكانكس وفي الديفورميتيز ان سيربرا بولسي. البرزنتيشن دي يعني اكيد في حاجات منها اتقالت كتير امبارح في الانديفيدوال ليكتشرز، بس دايما احنا بنسمع الحاجه بكذا طريقه من كذا حد، الموضوع بيبقى كونسوليديتد اكتر. الاوبجيكتيف اوف ذيس ليكتشر از تو ديسكاس 7 بايوميكانيكال برنسبلز. من خلالهم هنعرف السي بي يو كونسبت اند كاينتكس، وده اللي هنتكلم عنه. The concept of segmental malalignment of the foot. عايزين نعرف how to evaluate a complex foot deformity in the subtalar neutral position. وعايزين نتكلم شوية عن the concept of lever arm dysfunction with principles of foot deformity correction in cerebral palsy in general. طيب كلنا عارفين ودي أكيد اتقالت كتير قوي إن the function of the foot is provision of a stable yet supple بلاتفورم. يعني ايه؟ زي ما الفوت بتديني الاستيستي ديورنج ايرلي ستانس اوف فيز، ودي اللاندنج ريسبونس ديورنج جيت، زي ما الفوت بتديني ستيبل فالكرم اند ستيبل بلاتفورم عشان اقدر اعمل باورفول بوش اوف ات ذا اند اوف ذا جيت سايكل. طيب ذا كالكينيو بيدال يونت كونسبت هاز بين انتروديوسد to characterize the normal and the abnormal or the pathological foot anatomy. والكونسبت ده هيساعدنا كتير قوي على ان احنا ما نتلخبطش واحنا بنكاركترايز الموشن والحركات بتاعت الفوت في حالات النورمال فوت والديفورمد فيت. الكالكينيوم بيدال يونت هي بتتكون من الكالكينيوم لينك بكل الفوت. يبقى عندي الكالكينيوم مع الفوت عند الشوبرت جوينت، عند الميد فوت مع الفور فوت، عند الليس فرانك جوينت. دي كلها اسمها الكالكينيو بيدال يونت. الكالكينيو بيدال يونت دي از ارتكيوليتنج ويز ذا تيلس اند ذا ديستال تيبيا اند فيبولا، اللي احنا بنقول عليها تيلو تيبيال فيبولا يونت. يبقى كل السيجمنتس اوف ذا فوت دي نقدر نقول عليها في كالكينيو بيدال يونت اند تيلو تيبيو فيبولا يونت. لو جينا بصينا على الكالكينيو بيدال يونت هنلاقي ان الكالكينيو بيدال يونت بتارتكوليت مع تيلو تيبيال فيبولار يونت ثرو ذيس بوينت اوف ارتكوليشن، اللي احنا بنقول عليها السب تيلر جوينت. بس اكشولي كلمه سب تيلر جوينت دي ما بقتش اكيوريت واحنا بنكاركترايز الكومبلكس فوت موشن. احنا عندنا البوستيريور فاسيت اوف الكالكينيوم، عندنا الميدل فاسيت اوف الكالكينيوم، وعندنا الانتيريور فاسيت اوف الكالكينيوم، وعندنا هنا ده اسمه انهي ليجمنت ده؟ كالكينيوم بلانتو ماليكولار ليجمنت اللي هو السبرينج ليجمنت، وده البايفوركيت ليجمنت والكالكينيو كريبويد ليجمنت. يبقى هي دي الكالكينيو بيدال يونت. ايه قصتها بقى؟ تيلس از ارتكيوليتنج ويز ذا كالكينيوم. بوستيريور فاسيت اوف ذا تيلس، بوستيريور فاسيت اوف ذا كالكينيوم. لو جينا نقول السب تيلر جوينت، السب تيلر جوينت هي الجزء البوستيريور اللي احنا معروف اللي احنا بنتكلم عنه دايما واللي بنعمله فيوجن. بس في تو تيوبروستيز او تو ارتيكولار فاسيتس inferior to the head of the talus articulating with two facets at the dorsal surface of the calcaneum. وكمان ال head of the talus articulating مع النافيكولار. كل الكونستركت ده بنقول عليه sub tailor joint complex. It is a complex joint. It's not simply just a sub tailor joint. ولو شفنا الكادافيريك سبيسمنت هنلاقي ال head of the talus is articulating with the navicular and at the same time the two articular process inferior to the head of the talus articulating with the superior articular facet of the calcaneum مع السبرين ليجمنت مع البايفوركيت ليجمنت. It is a complex subtalar joint, not simply just a subtalar joint. والcomplex subtalar joint دي is the joint of articulation between the the calcaneopedal unit and the talotibiofibular unit. الanterior part of the articulation بيتسمى ساعات الاستابلم بيدس.
في وجه شبه ما بينه وبين الاستابيلر. الهيد اوف ذا تيبس ارتكليتنج ويز ذا نابيكولار از ذا هيد اوف ذا فيمر ارتكليتس ويز ذا استابيلر. ففي الاستابيلر بينس اند الاستابيلر بينس. الفرق ما بين الاثنين ان في الاستابيلر بينس ذا بول روتيتس ان ذا سوكيت وايل ان ذا استابيلر بينس ذا سوكيت روتيتس اراوند ذا بول. وهنعرف الامبليكيشن بتاع ده دلوقتي. لو جينا ندسكاس الموشن اللي بتحصل في السي بي يو يونت، الموشن دي هتختلف سواء انا عامل لودنج فوت او انلودنج فوت. كل الكاركترايزيشن بتاعت الديفورميتيز تقول لك مره الفور فوت برونيتد، تيجي تقرا في ريفرنس ثاني يقول لك الفور فوت سوفينيتد، مره يقول لك ميد فوت ابدكشن، مره يقول لك ميد فوت انترنال روتيشن. عايزين بقى نوحد الترمينولوجيز دي عشان انا لما كوميونيكيت مع حضرتك واقول لك الديفورميتي دي فيها كذا تتخيل شكل الديفورميتي بالظبط. امتى الفور فوت تبقى برونيتد وامتى تبقى سوفينيتد وامتى ده بيحصل؟ يبقى لازم افرق ما بين لودد فوت وانلودد فوت. اللودد فوت بنقول عليها الكلوزد كاينماتيك تشين، الانلودد فوت بنقول عليها الاوبن كاينماتيك تشين. طيب في الانلودد فوت اللي هو انا نايم، العيان نايم على الكاوتش وبيعمل رينج اوف موشن للسبتيلر جوينت كومبلكس، يبقى بيعمل ويتش كايند اوف موشن؟ ايفرجن اند انفرجن. الايفرجن والانفرجن دي كلنا عارفين ان هي بتحصل اراوند ذا هانكيز اكسس، وده معروف ان هو اوبليك اكسس مش بيديني بس بيديني ايفرجن وانفرجن، والايفرجن والانفرجن دي بيكمبرايز كومبلكس موشن لازم نبعتها كويس قوي. الانفرجن فيها بلانتر فليكشن وانترنال روتيشن وفور فوت سوبينيشن. العيان ده نون ويت بيرنج، حد مختلف ان الفور فوت دي سوبينيتد سوفينيتد ولا برونيتد؟ طيب الهيم ورا هيبقى عامل ازاي؟ بارز. يبقى ده اللي بيحصل مع الانفرجن. طيب مع الانفرجن بيحصل العكس، دورس فليكشن اكسترنال روتيشن، بس الفور فوت بيحصل فيها ايه؟ برونيشن. والهاي فوت بتبقى في بانجاس بوزيشن. احنا كده نورمال ما اتكلمناش على اي ديفورميتيز. طيب ده والعيان نايم على الاكزامينينج تيبل. طب ديورنج لودنج بقى الاكشوال سيناريو بيحصل ايه؟ كلنا عارفين ان احنا عندنا ثلاثه انكل روكرز during the stance phase of gait اللي هي فيها swing وفيها stance. اول phase بنقول عليها ال initial contact او الهيل روك. second phase بنقول عليها ال mid stance او ال flat foot phase. والثيرد روكر بنقول عليه terminal stance او ال push off phase. بس انا لازم اخلي بالي ان في حركه مهمه قوي بتحصل during ال 3 phases دول. لما بيحصل ال initial contact actually the tibia and the talus اللي هي التيل وتيبيو تيل وتيبيو فيبولار يونت بيحصل لها internal rotation during the initial contact and the mid stance. while during the push off and the foot rocker التيبيا والتيلس بيحصل لهم ايه؟ external rotation. يبقى انا لازم ابص دايما على الفوت والسيجمنت اللي فوقيها عشان اقدر افكر السيكونس اوف ايفنتس اللي بيحصل. طيب انا عندي دي loaded foot حصل فيها ايه؟ التيبيو تيل وفيبولار يونت لفت internal rotation. فبالتالي التيلس بقت باصه ميديا، فيحصل انلوكينج للميد تارسال جوينت، فكل الكالكينيو بيدال يونت تروح في ادكشن واكسترنال روتيشن. يبقى ده اللي بيحصل ديورينج ذا لودنج فيز. التيلس تبص داونورد ويحصل فلاتنج للفوت ارش. اكني عندي اي ام دوينج اي ام ميميكينج ا بلان وبانجاس ديفورميتي ان افري ستيب اوف ماي جيم. طيب ولما بيحصل بوش اوف بيحصل ايه؟ بيحصل اكسترنال روتيشن للتيلس والتيبيا، فبالتالي التيلس بتبقى روتيتد اكسترنال، بيحصل لوكينج للسب تيلر جوينت، فبالتالي الفور فوت تخش في ادكشن وانترنال روتيشن، ويحصل ريستوريشن للميديال لونجيتيودنال ارش في كل فيز اوف ذا جيت سايكل، وده اللي بنقول عليه البوش اوف، وده اللي بيديني ريجينيتي للفوت ديورينج بوش اوف. طيب علشان افهم اللي بيحصل ده بالظبط، لو انا وقفت كده ولفيت بنص الفوقاني 90 درجه هلاقي فوت تيبيا هيحصل فيها اكسترنال روتيشن، وبالتالي ذا تيلس والفوت ذا تيبيا هيدو اكسترنال روتيشن، يبقى اوتوماتيكال هيحصل ايه؟ هيحصل ادكشن للفور فوت ولوكينج للسب تيلر جوينت، فبالتالي الفوت دي هتبقى رجل. الاذر ليمبر هيحصل فيه ايه؟ انترنال روتيشن للتيبيا، هيحصل فيه انترنال روتيشن للتيلس، يبقى انلوكينج سب تيلر جوينت، يبقى الكينيو بيدال يونت كلها هتروح في ابدكشن واكسترنال روتيشن. هنا الجيل هيبقى بارس وهنا الجيل هيبقى بارس، ودي احسن طريقه تقدر تفهم بيها اللي بيحصل ديورنج الانيشال كونتاكت والميد فوت فيز والتيك اوف او البوش اوف فيز.
يبقى ده اللوكينج والانلوكينج اللي بيحصل للسبتيلر جوينت كومبلكس ديورينج نورمال جيت ان نورمال سطح. طيب علشان نفهم الديفورميتي في السي بي لازم نبقى عارف طبيعه المرض نفسه. السي بي causes deformity. الديفورميتي دايما بتبقى بروجريسيف. When the patient is presented to me, he could be presented in any stage of deformity development. يبقى انا عندي نيورولوجيكال انسرت. النيورولوجيكال انسرت بتعمل لي البرايمري ماسل امبالانس. فبحيث ان التايب 1 ديفورميتي لو انا عندي نورمال بوني اناتومي بقول عليها دي تايب 1 ديفورميتي with nor with muscle just muscle imbalance. بس باي تايم المسل امبالانس ده هيقلب فيكسد مايوستاتيك كونتراكشن. لو فيكسد مايوستاتيك كونتراكشن وعندي نورمال بوني اناتومي ستيل بس السيجمنتس بتاعت الفوت هي اللي مبعجله بقول عليها تايب 2 ديفورميتي. which passes by time into type 3 deformity لما البوني اناتومي يبقى فيكسد. يبقى انا في 3 ستيجز اوف ديفورميتي. كل الستيجز اللي حضرها الدكتور مصطفى في البرزنتيشن قبل كده دي خلاص ستيج 3 ديفورميتيز. فيها ديفورمينج بون وفيها ماسل امبالانس. لكن ممكن انا بيجيلي تشايلد في ستيج عنده فيكسد مايوستاتيك كونتراكشن ونورمال بوني اناتومي يبقى دي بقى اسمها تايب 2 ديفورميتي. تايب 1 ديفورميتي بتبقى في الاول خالص. دي بتفرق في طريقه التريتمنت زي ما هنقول بعدين وهيوضح لنا الدكتور هشام. طيب ده اللي بيحصل. جيمس جيج قال لك if you put a twist on a growing bone, the growing bone takes the twist. وده الكونسبت اوف بالانسد فيرسز انبالانسد ماسل جروث. لو تخيلنا الاستراكشر ده دي بون ودي بون وده عباره عن هنج وفي ماسل يمين وماسل شمال. لو حصل جروث للموديل ده هيحصل ايه؟ This is a balanced growth. يبقى هتلاقي البون الترانسفيرس نزلت فيرتيكال لان الماسل يمين وشمال ايكوال لبعض. لكن لو في ماسل في ناحيه بالديفورميتي اضعف من الماسل الثانيه وحصل جروث للموديل ده يبقى هيحصل ايه؟ لازم يحصل ديفيشن. يبقى ان انبالانسد ماسل جروث هي اللي بتعمل لي الديفورميتي اللي موجوده. وده الكونسبت اوف انبالانسد جروث وده سبب الديفورميتي اللي بيحصل في عيانين السيريبرال بولس. طيب البايوميكانيكال برنسبل نمبر 4 ايه هو الديفولت بوزيشن اوف ذا سب تيلر جوينت اوف ذا هيل؟ لازم نبقى عارفين ايه النورمال عشان مش كل عيان يجي لي بالباس فوت يبقى دوت عنده ديفورميتي وتحتاج كوريكشن. احنا حضرتك كلنا عندنا بالباس هيل بس ده وذ الليم. وسبب البالباس هيل اللي بيبقى موجود دوت ان الميكانيكال اكسس بتاع التيبيا دايما ميديال ديسبليس عن الميكانيكال اكسس اوف ذا كالكينيا. فباي ديفولت لازم الهيل يخش في سلايد بالباس. يبقى سلايد بالباس اوف ذا هيل از نورمال. اكسسيف بالغس هو الابنورمال واي غلط هو الابنورمال. طيب فينسنت موسكا هيقدم لنا كونسبت نمبر 4 اللي هو بيقول الكونسبت اوف سيجمنتال مال الاينمنت. وهو بيقول ان اي فوت ديفورميتي هي اكشوالي ار تو ديفورميتيز بريزنت ات ذا سيم تايم اند بوث اوف ذيم ار ان اوبوزيت دايركشن. وبيقول كمان ان لازم التو ديفورميتيز دول يبقى كونسيدرد ويتعالجوا في نفس الوقت. هنعرف الكلام ده دلوقتي. وزي ما الدكتور مصطفى بين لنا الصوره دي في الكيبو فارس والفلات فوت نفس الكونسيبت. لو انا عملت فارس في الهيل لازم الفور فوت تيجي في برونيشن. لو عملت بالجس في الهيل لازم الفور فوت تيجي في سوباينيشن. يبقى دول تو اوبوزيت ديفورميتيز ذات هاز تو بي كونسيدرد ات ذا سيم تايم. طيب في الكيبو فارس فوت ديورنج لودنج يبقى عندي ايه؟ الهايند فوت بتبقى ايه؟ هنا نيوترال. بس النيوترال ده لا لان النيوترال بتاعي هو المايد فارس. يبقى دي الهايند فوت بيقول عليها فارس بوزيشن. طيب السي بي يو يونت اندر جوز انفرجن موشن بحيث ان الفور فوت بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى فيها برونيشن مش سوبرنيشن وهنعرف ليه. طيب لو البلان فارس فوت الهيل بيبقى في ايه؟ فارس. والسي بي يو بتعمل انفرجن موشن بحيث ان الفور فوت بتبقى عامله ازاي؟ سوبرنيتد. مع اننا كلنا بنقول ان البلان فارس فوت يبقى فيها فول فوت برونيشن. تمام؟ لا هي الفول فوت بتبقى سوبرينيتد لان ده كومبنساتري ميكانيزم لللودنج. يبقى في فرق ما بين الكاركترايزيشن اوف ذا ديفورميتي ديورينج لودنج اند ديورينج ان لودنج. هنبين الكلام ده. الكونسبت نمبر 5 اللي لازم نقوله ان احنا تو ايفالويت فول ديفورميتيز وي نيد تو ايفالويت ان ذا لودنج بوزيشن وفي الان لودنج بوزيشن. في حاجه اسمها السب تيلر نيوترال بوزيشن. ارجوكم نركز في هذا الموضوع مهم جدا. علشان انا لما اجي اسمي الديفورميتي لازم احط الفوت في السب تيلر نيوترال بوزيشن علشان اقول الفور فوت فيها كذا والهايند فوت فيها كذا. فبالتالي على ترابيزه العمليات وانا شغال انا بكوركت والعيان انلودد.
وفي تستات بعملها في اللودد بوزيشن، بس انا لما كاركترايز الديفورميتي لازم احط السب تيلر جوينت في السب تيلر نيوترال بوزيشن علشان خاطر اقدر اسمي الديفورميتيز اللي عندي. طيب ايه هو السب تيلر نيوترال بوزيشن؟ السب تيلر نيوترال جوينت بوزيشن هو البوزيشن بتاع الفوت اللي فيه التيلس والنافيكولار كونجرو، بحيث ان لا الفوت تبقى ماكسيمالي سوبايليتد ولا ماكسيمالي pronated. يبقى ده الميد بوزيشن اوف رينج اوف موشن اوف ذا تيلو نافيكولار جوينت. ايه ده اللي معدي قدام التيلو نافيكولار جوينت؟ ده التيلس انتيريور تيلر. يبقى ده سكيماتيك دروينج، دي التيلس ودي النافيكولار ودي التيلس انتيريور تيلر. باكزامبل ستوب تيلر بوزيشن في بنفس الجريب دي بمسك الفور فوت وببص على الهايند فوت من فوق وصباعي ميديال صوابعي ميديال ولاترال التيلس انتيريور تيلر. بعد اجيب البوزيشن ان فيه الهيل بيبقى نيوترال وفيه التيرو نافيكولار جوينت بيبقى نيوترال. طب ايه الاحتمالات اللي بتكون موجوده؟ الاول ما اجيب الهيل في بارس يبقى ده البارس رينج وده البارس رينج، اللي في النص يبقى اسمه النيوترال، يبقى ده اسمه السب تيلر نيوترال بوزيشن. هنا التيلس بتبقى دايركتد لاترال، هنا التيلس بتبقى نيوترال، هنا التيلس بتبقى دايركتد ميديال. معايا في النقطه دي ولا دلوقتي؟ لو افترضنا ان دي نورمال فوت، احنا عايزين نعرف بقى الديفرنت كومبينيشنز اللي ممكن تحصل. انا حطيت العيان في السب تيلر نيوترال بوزيشن، ده النورمال سيتويشن. العيان ده لو عمل لودنج وداس على رجله خلاص، يبقى الاكسس اوف ذا تيلس اوف تيبيا يبقى ميديال، فيحصل ايفرجن او فانجس للهيل، يبقى نو كومبنسيشن از نيدد. ده احنا كلنا خلاص. لو تخيلنا ان الميديال لما انا حطيت الفوت في السب تيلر نيوترال بوزيشن الميديال بوردر اوف ذا فوت كان عالي، يبقى انا اقدر اقول الفور فوت دي فيها ايه؟ لما الميديال بوردر يبقى عالي يبقى الفور فوت دي سوبايليتد. حلو؟ العيان ده لما يجي يحط رجله على الارض هينفع يمشي سوبايليتد على لاترال بوردر اوف ذا فوت؟ يبقى اول لما يعمل لودنج الفور فوت بيحصل لها برونيشن وادكشن والهيل يبقى ساعتها ايه؟ في الفالفس. يبقى الهيل في بارجس، يبقى عندي بارجس هيل وعندي فور فوت سوبرينيشن لما حطيت رجلي على الارض بقت كورنيتد. طب نتخيل ان الميديال بوردر في السب تيلر نيوترال بوزيشن كان واطي، يبقى الفور فوت دي ايه؟ سوبرينيتد. طيب لما العيان ده يعمل لودنج لازم الفور فوت يحصل لها هي كورنيتد، يبقى الفور فوت يحصل لها ايه؟ سوبرينيشن. والهيل يخش في ايه؟ في فرس، لازم الاثنين يعكسوا بعض. يبقى انا عندي فرس هيل وسوبينيتد فور فود. طيب لو الفيرست ري هو اللي واطي، ده اللي بيقول عليه الفيرست ري كورنيشن. تمام؟ يبقى اول ما العيال يعمل لودنج يحصل ايه؟ الفيرست ري لازم يطلع علشان يقابل الفيرست ري، فبالتالي الهيل يخش في فرس، يبقى انا عندي بلانتارس او سوبينيتد فور فود والهاين فود هيبقى ايه؟ في فرس. طيب وده دايما اي فوت ديفورميتي في الجروينج تشيلدرن بتبقى انتربريتد انتو اتيديال ديفورميتي ديورينج جروث. الكونسبت السادس واللي قبل الاخير اللي هنتكلم عنه هو الكونسبت اوف ليفر ارم ديسفانكشن، اللي هو بيعتمد على البلانتر فليكشن اكستنشن كابل ميكانيزم. اي فوت ديفورميتي سواء بيس بلانو بالجاس او بيس كيفاس وكمان في حالات الاكسترنال تيبيال تورشن تعيين السيرفر كورسي بيخش في حاجه اسمها كراوتش جيت، ده نتيجه للامبيرمنت للليفر ارم فانكشن بتاع الجاستروكلينس ماسل. عايزين بقى نتكلم عليه في انيميشن بسيط كده عشان نفهم بقى الموضوع ده للابد وما نتكلمش فيه تاني. ايه هو البلانتر فليكشن ليه اكستنشن كابل؟ انا هاسيوم حاجه ما بتحصلش في النورمال سيناريو، ان ده عيان بيعمل لودنج او انيشال كونتاكت ديورينج ذا جيت سايكل. يبقى بعد الانيشال كونتاكت ديورينج ذا لودنج ريسبونس المفروض ان هي تبقى ستريت، بس اكشوالي ذا انيرشيا اوف ذا بودي ويل بوش ذا ني فورورد. بعد لما ني تروح فورورد يبقى جراوند ريأكشن فورس هتيجي فين؟ بوستيريور تو ذا ني، يعني الجراوند ريأكشن فورس دي ويل فليكس ذا ني مور. فاحنا لو مشينا بالطريقه دي كلنا هنمشي زي الشمبانزي، كلنا مع كل خطوه عمالين طالعين نازلين لان الجراوند ريأكشن فورس بتتلنا الركب. ده ثيوريتيكال سيناريو. طيب نتخيل بقى ايه اللي بيحصل في الطبيعه؟ ان بلانتر فليكشن ني اكستنشن كابل كل لما النيه تبقى بوشت فورورد باي انيرشيا تيجي الجاسترو سوريس ماسل تزق التيبيا بوستيريور. لما تزق التيبيا بوستيريور هيحصل ايه؟
يبقى الجراوند رياكشن فورس هتيجي انتيريور تو ذا ني. يبقى الجراوند رياكشن فورس ويل كوز باسيف اكستنشن اوف ذا ني ويزاوت ماتش ايفورت فروم ذا كوادرسبس. وده اسمه البلانتر فليكشن، لان السوريس دي بلانتر فليكشن عملت ني اكستنشن اندايركتلي، يبقى بلانتر فليكشن ني اكستنشن كامل. طيب دي نورمال فوت، انا دلوقتي باصص على رجلي من فوق خلاص. البلانتر فليكشن ني اكستنشن كامل دي واضح انها فورس، والبوينت نعمل ماله؟ مش البلانتر، مش السوريس دي بلانتر فليكسور بس هي بتعمل ني اكستنشن، يبقى الميكانيزم اسمه بلانتر فليكشن ني اكستنشن كابل ميكانيزم، لان اللي بتعمله مصر هي اصلا انكل بلانتر فليكسور. طيب لو انا بصيت لرجلي من فوق هلاقي ان البوينت اوف ابلكيشن اوف ذا جراوند رياكشن فورس اللي هي بتفرد الركبة دي في الميت فوت بالظبط، ودي اكتنج ثرو الليبر ارم ده زراعه القوه بتاعتها، ودي الركبة فيها الاكسس اوف فليكشن اكستنشن خلاص. يبقى ده طول زراع القوه بتاع البلانتر فليكشن ني اكستنشن كابل فورس. طب لو تخيل ده نورمال فوت اوكي، وده البلانو بارباس فوت بتبقى اكسترنال روتيت، يبقى البوينت اوف ابلكيشن اوف ذا جراوند رياكشن فورس راحت بوستيريور وراحت لاترال، فبالتالي الليبر ارم بتاعها بقى اقل، ولما الليبر ارم بتاعها يبقى اقل العيال يبقى عنده انفيرد ني اكستنشن ويخش في كرانش جيت باترن. فاينالي لازم نتكلم عن الرولز اوف ديفورميتي كوريكشن. احنا قلنا ان المسل امبالانس هي اللي كرييتد ذا ديفورميتي، يبقى اتس نوت لوجيك تو كوريكت ذا ديفورميتي وزاوت ريستورينج ذا مسل امبالانس. وانت لو صلحت الديفورميتي وزاوت ريستورينج ذا مسل وزاوت ريستورينج ذا مسل بالانس يبقى انت بتحكم على الديفورميتي دي ان جروينج سكيلتون انها ترجع تاني. ولازم تبقى فاهم انك انت لو عملت مسل بالانسنج بروسيجر عن طريق التندون ترانسفير ده مش هيبقى كافي، بس هيبقى كافي هي لو ليفل 1 ديفورميتي، يعني ليفل 1 ديفورميتي لسه ما حصلش بوني ابنورمالتي، او لو كان في بوني ابنورمالتي بس فليكسبل وعملت تندون ترانسفير المفروض ان التندون ترانسفير يقلل البروجريشن بتاع الديفورميتي. ولو في فيكسد بوني ابنورمالتي علشان تمنع الريكرنس اوف ديفورميتي ديورنج جروث لازم تعمل معاها تندون ترانسفير. وبليز اخر حاجه هقولها لك، اولويز تراي تو دو اوستيوتوميز ويز تندون ترانسفير اند افويد fusions especially in flexible deformity as much as you can. The subtalar joint is the shock absorber of the whole lower extremity. انت اي joint تعمل لها fusion early it invite osteoarthritis into the nearby joint. To summarize, to understand the concept of the CTU is the key to understanding normal and abnormal foot mechanics. لازم تبقى فاهم ان a deformed loading foot has always two opposite deformities present at the same time and should be targeted during treatment زي ما الدكتور هشام عبد الغني هيقول لنا at the same time. والسبتيلر نيوترال بوزيشن هو البوزيشن بتاع التيلو نافيكولار جوينت اللي هيخليني اقدر كلنا نسمي الفوت ديفورميتي باساميها الصحيحه، ونقدر نكاركترايز السيجمنتال فوت ديفورميتي ونتريت اتش اكوردنج زي ما الدكتور هشام هيبين لنا. الفوت ديفورميتي دايما ديو تو مسل امبالانس وهو ده الاوريجن. انت يو كانوت فيكس ذا نيورولوجيكال ابنورماليتي بات يو كان كوريكت ذا مسل امبالانس. ديفورميتي كوريكشن شود ادرس اول سيجمنتس انفولد.